السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله. اليوم نقدم لكم لعبة مرة حلوة مرة حلوة مرة حلوة مرة عرفت يعني برا هي ما أدري شو اسمها، حتى بالعربي ما أعرف، حتى بالإنجليزي عمر باقي ما اعتزل ترى، بس أنا صرت أقدم هذه المقاطع. يلا نبدأ اللعبة. أنا في ماية، يلا ما بحط شوية أول شيء. بسم الله. أنا أقدر أدخل الحين، بس لازم أنا عن نفسي بأخذ مسابقة. يلا يا أخي يلا بسم الله نجرب، يا صعبة يا سهلة ندربها ونحكم. بسم الله مثلا يلا ندربها نلعبها على الأقل، لا نخسر نجيب لي جلبة كذا. فوز شغل على هذه اللعبة شيلة اسمها لا بيب. كيف أفكر هذا؟ طب لا 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 طاس طبعا شكلهم بعد الطريق المفروض ليش ما يحطوا سيارات معي؟ يرحم امك هذه المرة شاطر حبيبي وما لي ولادة بأخر عن طريق انت. اي شو عنده ذا هذي ما قد تحديتها والله يا بشي انا ما اقدر مرة تحديتها بس خصني قطعت. انا لقيت لي فكرة وانا بغش اصلا اول شيء لازم كذا ان شاء الله تنجح يا رب يا رب تنجح. اصبر اصبر عندي خطة عندي خطة على مين الحين طح كذا يا اخي لابس يا اخي الحين المشكلة فيه انه ينقلب عادي انا بغمش كذا بعدين الف واجي تطلع من الجهة الثانية
بن انتي نمر يا حود يا فوق هالنقطة شوي يا الحين تخلصنا منها لا اقدر لا بيب ايوه الحين ما عاد من هناك الله اي اي هذا اللي بالسيارة نعيب نعيب بيب 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 يا صوت السيارة هذي مرة غبي أنا غبي غبي أنا غلقت السيارة بس أنا بعد أنا ببي ببي بعد طريقي ليش يا سطرة بيب يلا هذه المرة يمكن تفعلها بسم الله بيب 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 عندك لا بتعطل بس لازم اساعد السيارات انا مساعدة الاخرين صدقة دخول الحمام صدقة بيب 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 ازرع ايش يا تيش بيب يلعب يلا وراي سفرية وراي عيال ما العيال دولا يقعد لهم ساعة ابويا اي بسرعة بيب نعم 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 اي اي الثلج ثلج من هنا شو من هناك الصحراء شو تبغى لها كلمة مرة